السلام عليكم. فترة البحث عن منتج مناسب للبيع زي ما احنا عارفين من اهم مراحل البيع على امازون. بنقعد ندرس في الفترة دي كل المنتجات اللي احنا شايفين عليها نسبة طلب مناسبة لينا ونقدر نبيعها. بس لو كانت الفترة دي اللي بندور فيها على منتج في الربع الاخير من السنة، لازم نكون حريصين واخدين بالنا علشان ما نقعش في فخ ما كناش عاملين حسابه. تعالوا نشوف ايه القصة دي مع بعض. اول حاجة، ايه هي الربع الاخير من السنة؟ بيحصل ايه في الفترة دي؟ الربع الاخير من السنة في عالم التجارة ده يعتبر اكتر وقت في السنة بيحصل فيه مبيعات نتيجة للأعياد والمناسبات الكتيرة اللي بتكون موجودة في الفترة دي، والكلام ده سواء كنا بنبيع في السوق الأمريكي أو الأوروبي أو حتى الشرق الأوسط، بس الموضوع ده بيكون زيادة شوية في أمريكا وأوروبا. والسيناريو اللي بيحصل لأي حد لسه ما عندوش خبرة وبيدور في الفترة دي هيكون كالتالي: بيكتب في أداة البحث اللي بيستخدمها الأرقام اللي عاوزها تكون في المنتجات اللي هي هتطلع له. وبالمناسبة، البرنامج اللي أنا بستخدمه دلوقتي ده هو هيليوم 10، اللي يعتبر حاليا هو أقوى برنامج موجود للمساعدة في جميع مراحل البيع على أمازون. إذا مش عندكم البرنامج ده، تقدروا تستخدموا اكواد الخصم اللي موجوده في الديسكريبشن، وتقدروا تختاروا ما بين يا اما خصم 50% على اول شهر او 10% على كل شهر مدى الحياه. بس طبعا تتاكدوا الاول ان البرنامج شغال في الاسواق اللي بتبيعوا فيها، لان البرنامج مش هيكون لسه شغال في الاسواق الجديده الامازون. المهم، انا بفضل استخدم اداه الكيوردز اللي هي موجوده في هيليوم 10 دي، لان هي بتجيب كلمات البحث اللي بيستخدمها المشترين وفيها المواصفات اللي انا عاوزها. زي مثلا، خلينا نقول ان نسبه البحث على الكلمات اللي احنا عاوزينها تطلع لنا دي هتكون بدايه من 1000 في الشهر. الايرادات الشهريه اللي بتعملها كلمات البحث دي هتكون بدايه من 9000 باوند في الشهر. والسعر للمنتجات اللي هتكون في كلمات البحث اللي هتطلع دي، خلينا نقول ان هو هيبتدي من 15 باوند. وهنسيب الريفيو كاونت والريفيو ريتنج، مش هنكتب فيهم اي حاجه، وكمان مش هنختار كاتيجوري محدده. في المثال ده هنسيبها كده علشان نشوف ايه اللي عليه بحث عالي في الفتره دي، وبعد كده هنقول له سيرش. هنلاقيه جاب لنا تحت هنا كل كلمات البحث اللي بيستخدمها المشترين اللي فيها المواصفات اللي احنا كتبناها فوق دي. اول حاجه هنعملها ان احنا هنرتب السيرش اللي هو نسبه البحث من اعلى الى اقل، وده علشان نعرف ايه هي اكتر حاجه الناس بتدور عليها دلوقتي. وزي ما انتم شايفين، هنلاقي اول حاجه طالعه قصادنا هالوين ديكوريشنز، وتاني حاجه موجوده هنا هالوين فور وومن. واذا نزلنا كمان تحت هنا شويه هنلاقي هالوين كاستمز فور مين، وهنلاقي هالوين كاستمز فور كيدز. على نتائج البحث في الفتره اللي احنا فيها دي هنلاقيها بخصوص عيد الهالوين والمنتجات الخاصه بالعيد ده. كمان شوفوا المبيعات عامله ازاي: 55000 باوند، 31000 باوند، وهنا هنلاقي 31000 باوند. لو انت عندك خبره وعارف اننا في موسم معين من السنه، هتعرف انك انت لازم تبعد عن المنتجات دي خالص، حتى لو كانت بيع الاف القطع في الشهر. انما لو انت مش عندك خبره، فهتروح على طول تجيب المنتج ده علشان تبيعه، وعقبال المنتج ده ما يوصل لمخازن امازون هيكون الموسم بتاعه خلص خلاص. خلي بالكم كمان، حتى لو كنت بتدور ولقيت منتج ملهوش علاقه بموسم معين، بس خلينا نقول انك انت كنت بتدور في وقت قريب من راس السنه مثلا، زي مثلا النيش دي بتاعت الكاندلز الشمع يعني. المفروض ان ده منتج مش موسمي، مطلوب عادي طول فتره السنه، بس لو انت بتشوف مبيعاته في وقت قريب من عيد او موسم معين، الارقام اللي انت تكون شايفها قصادك دي مش هتكون مقياس حقيقي للارقام اللي هو بيعملها في الاوقات العاديه طول فتره السنه. يعني مثلا لو جينا فتحنا صفحه كلمه البحث دي على امازون، وبعد كده فتحنا الاكس راي علشان نشوف الارقام اللي بيعملوها البياعين على الصفحه دي، عند العمود هنا ده اللي هو مكتوب عليه سيلز جراف، هنلاقي ان تقريبا كل البياعين معظمهم يعني مبيعاتهم طلعت في نفس الوقت. يعني لو جينا مثلا شفنا بالظبط ايه هو الوقت ده، هنلاقي هنا الفتره اللي طلعت فيها تقريبا المبيعات هتكون من 11 اكتوبر، وبعدين شكلها كمان نازل دلوقتي في نزول. حتى لو كان عدد القطع المباعة قبل الطلوع ده كان عدد كويس، يعني كان بيبيع كويس كده كده قبل ما يحصل الطلوع الجامد ده، لو انت ما خدتش بالك من الموضوع ده وطلبت من المورد بتاعك عدد قطع بناء على الارقام الحالية اللي انت شايفها للمنتج اللي هي المبيعات العالية دي، هتكون طالب مخزون اكتر من نسبة الطلب الحقيقية للمنتج اللي هي هتكون في الفترة دي او في الفترة اللي بعديها. لان زي ما قلنا من شوية، المنتج مش هيوصل من الصين لامازون في ساعتها. إذا كان المنتج اوريدي معاك جاهز وتقدر تبعته في الميعاد بتاع الطلوع أو الموسم ده، خلاص أوكي مفيش مشكلة. إنما أي منتج عادي ممكن ياخد في حدود الشهرين أو أكتر كمان، عقبال ما تطلب عينة وتتأكد من جودة المنتج، وبعدين إذا جه في بالك تطلب تعديلات مثلا، وطبعا فترة الشحن اللي ممكن تاخد لوحديها أكتر من شهر على حسب طريقة الشحن اللي أنت اخترتها، كل الوقت ده ممكن يخلي الأسعار والأرقام اللي أنت شايفها دلوقتي دي تبقى حاجة تانية خالص وقت وصول المنتج. علشان كده دايما نحط في دماغنا إن من ضمن خطوات التأكد من المنتج
محتاج اننا نشوف تاريخ بيعه عامل ازاي، امتى بيبيع كويس وامتى بينزل بيعه، وعلى اساس الكلام ده بنحدد اذا كانت مبيعات المنتج مستقره وبنحدد عدد القطع اللي المفروض نجيبها منه. ده كان شيء مهم جدا لازم ناخد بالنا منه، خصوصا في الفتره اللي احنا فيها دلوقتي لاننا في الربع الاخير من السنه. ناس كتيره بتكون مستعجله تجيب منتج علشان تبيعه وما بتكونش عامله حسابها على الكلام ده. بس كده، في الفتره الاخيره كان بيجي لي اسئله كتيره بخصوص الكورس واذا كان مناسب لكل الناس ولا لا. على يميني هيطلع فيديو فيه كل المعلومات والتفاصيل بخصوص الكورس ومين بالظبط اللي الكورس ده هيكون مناسب ليه. شوفوه واشوفكم المره الجايه. سلام.